في بدي يعمل يا ابو نبي لو طلع عندي بقلبي يا ابو نبي أكون سندا وعونا للمعذبين في سوريا وبورما وفي كل مكان لما يدور في حلب وبورما. وإننا في الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية حماس لنؤكد على ما يلي. أولاً نعلن تضامننا الكامل مع المستضعفين في حلب وفي بورما. ثانياً ندعو العالم الحر ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف تجاه مسؤولياتهم. ثالثاً ندعو الأطر الشبابية والطلابية في الوطن العربي والعالم الإسلامي لتفعيل قضايا المظلومين والمضطهدين وفي كل الساحات.